أنا كأي بنت، ولكن شرفت بلادي وخليتي ما تفتخر بي. من صغري كنت مأطرة بزاف بالأفلام تاع جاتلي وفوندام اللي خلاتني نصبح مقاتلة. مارست رياضة جيمناستيك، بديت بها هي الأولى، كان في عمري واحد 4 سنين هكاك، ومن بعد درت الكونغ فو، وكنت أطبق هذا الضرب في ولاد الجيران وفي ولاد الحومة. طفولتي كانت صعبة عليا خاطر كنت يتيمة الوالدين، كم اللي ترباتني جدتي هي يما، كانت بالنسبة لي أبوة أم. هي مجاهدة في الثورة ومقاتلة كانت وشجاعة وقوية، كبرتني ورجعتني قوية وزرعت فيا حب الوطن والشجاعة. كي كبرت قلت وعلاش ما ننفيستيش في القوة ديالي هادية وطاقتي باش ندير بها كاش حاجة. كنت ندير طاولة وصندة، ومع ذلك وليت في العالمية وليت خصصت غير الصندة. بديت من 2005 وانا نتحصل على المرتبة الأولى في الجزائر، توجت في المحافل الدولية ومحلية، منها شامبيونا دارات سيفوا، عندي شامبيونا دافريك دو فوا، وعندي شامبيونا دي موند روازيام بلاس وكوب دي موند روازيام بلاس. تزوجت في سنة 2014، أهلي وعائلتي كان فرحانين كتير بزواجي، خلاني زوجي كملت في سبور ديالي وزاد ساعدني. إذا نتصارع بالقصرة هكا ندير فيها شوية لي تكنيك. عندي القوة والإرادة وقلبي حار. عندي ابني هو اللي غلبني. داخل الدار مع يما ووليدي نكون ضعيفة، ماشي هذيك المقاتلة معاهم، وكي تقاس ونتقاس. بعد حملي لابني، مع الاول كنت شوية نونطريني، ومن بعد خفت على الجنين ديالي. حبست مدة عامين من الرياضة، جبت يوسف، بعد ذلك عاودت روبرينيت سبور تاعي 6 موا ولا 7 موا. كانت عادية باش نعود نوفق بين الرياضة والتربية. عندي امتي جاردان هكذا مور الدار نونطريني فيه، وكان الكوتش ديالي لوناس وشيخ صوفيان كانوا يعاونوا فيا، يعطوني لي بروغرام. وليدي وين نروح نديه معايا، نروح نونطريني نديه معايا اي مكان نديه معايا، خاطش ثاني كي كان صغير كان كنت نرضعو. اجمل ذكرى في البطوله اللي درناها في الاردن، كانت معايا أمي وابني اللي كان لي تحفيز كبير، وتحصلت على 4 ميداليات ذهبية. ربي يرحمها إن شاء الله. فراقها جاني صعيب بزاف، ما قدرتش على فراقها. فنحكي لها كلش، وش صالي وش ما صاليش، لك نروح ليها نخبرها. كانت حاجة كبيرة إن شاء الله بالنسبة لي، وما نقدرش ننساها. عطات لي هذيك العزيمة والقوة
لازم نكمل كما كانت هي، وان شاء الله نقعد نشرفها ونقعد نفتخر بيا ونطلع علم تاع بلادي ونشرفهم ان شاء الله. اذا ما كملتش ابني يعني دارته يكون ان شاء الله دارته فيتشر شامبيون دي موند ولا ويكمل مشوار تاني تاعي.